دخان الصابون فرعهم اللي افتتحناه قبل كم شهر في جراند مول نزوة. استخدمته ولا ما استخدمته؟ استخدمته زين وغاوي عيبني. ايش رايك؟ مرة بتاخذ منه؟ باخذ منه مني من نزول. لا عبري بعيد عبري بعيد. الخبر الحلو ان افتتاح خان الصابون اليوم في عبري. يعني هالعبري ما يحتاج نزول هناك شيء موجود عندكم. اليوم ترقب الساعة 4 العصر افتتاح خان الصابون في عبري. خلاص ايش ذي؟ هذه من عصر تاريخي. اللهم ارحمنا يا رب اللهم ارحمنا. احنا قاعد نمشي في الطريق يعني احنا مش واقفين والسيارة حارة لا نمشي. شوفوا درجة الحرارة كم في نزوة اليوم 47.5. ها احنا الان عند نزوة جراند مول 47.5. ان شاء الله ابوي ان شاء الله. معقولة يا جماعة الخير هذا التيتو اللي عندي؟ هذه سيارة الجيتور. رسالة لكل المشكين في التيتو الجيتور. شوف الجواب هنا.